أنا يمنى الرفاعي، خريجة من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، تخصص هندسة ميكانيكية وعلوم حاسب. التحقت بالبرنامج لأني كنت عارفة من أيام المرحلة الثانوية أني حابة ألتحق بجامعة في الخارج، والبرنامج ساعدني أني أحقق هذا الشيء. طبعاً كانت تجربة إيجابية جداً بالنسبة لي، فتحت لي فرص كثيرة وأعطتني خبرات عن طريقها قدرت أني أوصل لهذه الجامعة وأتخرج منها. من أهم الأشياء اللي تعلمتها من البرنامج أهمية العمل الشاق وأهمية التركيز على الأهداف والاستعانة بالخبرات الموجودة حولي. كان أثر البرنامج علي جداً إيجابي وجداً مهم، ساعدني أني أرتب أولوياتي وساعدني أني أتطلع لأهدافي وأحقق أحلامي عن طريق التركيز على الأهداف. تغيرت شخصيتي بعد البرنامج بحيث أني كونت أهدافي للمستقبل وكونت خطة تساعدني أني أوصل لهذه الأهداف. من أهم الأشياء اللي ساعدتني للحصول على القبول كانت الاستعانة بخبرات المرشدين في البرنامج وبخبرات الزملاء والطلبة اللي خاضوا التجربة مسبقاً. اشتركت بالعديد من الأنشطة اللاصف فيها خلال دراستي في الجامعة، من ضمنها أعمال بحثية في المجال الهندسي وأعمال تطوعية كمان في المجال الهندسي مثل Society of Women Engineers و Engineers Without Borders. اكتسبت منها مهارات كثيرة، مهارات اجتماعية في التعامل مع الناس، مهارات أكاديمية في المجالات الهندسية، ومهارات شخصية مثل تنظيم الوقت والتركيز على الأهداف. بعد تخرجي من الجامعة توظفت في مجال الاستشارات، وأطمح أني أستمر في هذا المجال وأشتغل على مشاريع تخص التنمية المستدامة والتنمية الهندسية في السعودية. الرسالة أوجهها لزملائي والراغبين بالالتحاق بالبرنامج هي الاستعانة بخبرات المرشدين الموجودين والاستعانة بالفرص اللي تقدم لكم، وكمان الاستعانة بخبرات الطلبة اللي خاضوا التجربة مسبقاً للاستفادة من تجربتهم. من أهم النقاط اللي ساعدتني للحصول على القبول هي التخطيط المبكر والعمل على الابليكيشن من وقت مبكر عشان يكون في وقت كافي لتضمن المشاريع الشخصية عبر سنوات المرحلة الدراسية الثانوية. رسالة شكر أوجهها لأسرتي لدعمي في هذه الرحلة، ولكل المرشدين والعاملين على البرنامج اللي ساعدوا جميع الطلبة الملتحقين بالبرنامج للحصول على أهدافهم.